السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم. يوم الثلاثاء 29 من شهر مارس 2022، أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم. جمعت لكم أصدقائي أخبارا متنوعة ومتعددة وجدا مهمة بطبيعة الحال. في أول تعليق تجدون تقسيم الفيديو الموضوع مع الدقيقة، الموضوع الذي يهمكم أصدقائي، لكن رغم ذلك أنصحكم بمتابعة الفيديو بالكامل. اعملوا شاي، اعملوا قهوة وتابعوا الفيديو كامل، لأنه جميع المواضيع مهمة، وكما يقول الأصدقاء من الشرق الأوسط كل شيء زبدة، يعني يقول لك أعطينا الزبدة يا مارو، كل المواضيع زبدة وكل المواضيع هي مواضيع مهمة أصدقائي. فقط من أجل المزاح أصدقائي. الآن دعونا نبدأ بالأخبار. ناقشت اليوم الصحافة الألمانية موضوع بطاقة المواصلات الذي ترغب الحكومة الألمانية اعتمادها، ويكون ثمنها هو 9 يورو شهريا لفترة تمتد إلى 3 أشهر. وقالوا أن أغلب المقاطعات رحبوا بهذه الفكرة وأيدوها، لكن قالوا أن تطبيقها صعب للغاية، لا من ناحية شراء التذاكر أو من ناحية الاستعداد والتنظيم. الآن تم تكوين لجنة تتكون من المقاطعات الألمانية ومن الحكومة، يعني وزارات النقل للمقاطعات الألمانية 16، وسوف تتدارس هذه اللجنة كيف يمكن تطبيق هذا المقترح. من بين المقترحات هي جعل التنقل لمدة 3 أشهر بدل 9 يورو أن تكون مجانية، لكن وزارة النقل ترفض أن تكون التذاكر مجانية لمدة 3 أشهر. وقالت وزارة النقل للحكومة الألمانية الاتحادية بأن جعل المواصلات مجانية يمكن أن يخلق مشكلة الازدحام الشديد ومشاكل أيضا بالتنظيم. لذلك طلبت الحكومة الألمانية الاتحادية أن تبقى البطاقة الشهرية بثمن رمزي، هو ثمن 9 يورو شهريا، لأنه سوف يسهل عملية التنظيم عن طريق شراء التذاكر، لأنه سوف يرون كم شخص سوف يشتري التذكرة التي ثمنها 9 يورو شهريا لمدة 3 أشهر، وهكذا ستستطيع المدن والقرى أن يخصصوا عددا كافيا من الحافلات ومن المواصلات. وأول خطوة تدرسها الآن هذه اللجنة هي إنشاء موقع ومنصة إلكترونية لشراء هذه البطاقة. ثاني خطوة إيجاد حلول كيف سوف يستفيد من عنده اشتراك شهري يدفع بشكل سنوي، أيضا سوف يستفيدون من تخفيض أصدقائي. ثالث خطوة معرفة من هي المناطق والمدن التي سوف يسمح بها لمن اشترى هذه التذكرة ب9 يورو للشهر، أين يمكنه التنقل داخل المدينة أصدقائي أو داخل القرية. إذا نجحت حسب الصحافة الألمانية، إذا نجحت كل الأمور ونجحت اللجنة بعملها، يمكن البدء بالأمر حسب الصحافة الألمانية بشهر ماي شهر 5، يعني اللجنة تجتمع الآن بهذه الأيام. إذا نجحت في عملها هذه البطاقة وهذا الأمر، يمكن أن يبدأ به كاقتراح أولي الشهر 5. إذا فشلت اللجنة بإيجاد حل، يمكن أن يبدأ ببطاقة 9 يورو ممكن بالشهر 6 أو الشهر 7، يعني أول موعد أولي هو الشهر 5. إذا عرفت أي شيء أصدقائي من مصادر موثوقة سوف أخبركم بها كالعادة. دعونا الآن أصدقائي ننتقل إلى الموضوع الآخر الذي تناقشه الصحافة الألمانية، هو موضوع الصين وما يحصل في الصين وتأثيره على الاقتصاد الألماني وتأثيره على الحياة هنا في ألمانيا أصدقائي. الصين حسب الصحافة الألمانية يمكن أن تسبب للاقتصاد الألماني أزمة جديدة بالنقص
في بعض المواد أو تأخير وصول بعض المواد إلى ألمانيا وبعض الأمور إلى ألمانيا. ألمانيا كدولة قوية اقتصاديا لكن تعتمد بشكل كبير على دول أجنبية متعددة. لاحظنا كيف أثرت علينا الحرب في أوكرانيا وأدت إلى غلاء كبير في أمور معيشية كثيرة في ألمانيا وإلى نقص في مواد غذائية متعددة واختفاء في بعض المدن مثلا زيت دوار الشمس أو اختفاء الدقيق. اعتماد ألمانيا أيضا على روسيا بمسألة الغاز والنفط لاحظنا بأنه أثر علينا بشكل كبير وكيف ارتفعت الأسعار وكيف الآن أصبحت ألمانيا مهددة بأن روسيا ممكن أن تقطع علينا وتوقف علينا الغاز. أصدقائي الآن الصين تدخل إلى الخط حسب الصحافة الألمانية. لماذا؟ الصين أعلنت عن الغلق الكامل لمدينة شانغاي أو شانهاي الصينية التي يبلغ عدد سكان هذه المدينة الاقتصادية العملاقة 26 مليون نسمة. والسبب غلق هذه المدينة هو تفشي وباء كورونا في المدينة. والآن أعلنت الحكومة الصينية غلق نصف المدينة وبعد يوم وبداية من يوم الجمعة سوف يكون الغلق الكامل بالنصف الثاني لمدينة شانهاي الصينية. الناس أيضا داخل مدينة شانهاي يعيشون قلقا كبيرا بسبب السياسة الصينية التي ترغب والتي تتعامل مع الوباء، لأن الصين ترغب بالقضاء النهائي على الوباء يعني صفر حالة، وإذا لم تصل الصين إلى صفر حالة فستستمر بالغلق. وهذا كما يقول علماء الفيروسات مستحيل حصوله، لأن الفيروسات أو الميكروبات تتواجد معنا في الحياة وهي جزء من منظومة الحياة أصدقائي. ويقول بالعلماء يجب على الدول أن تتعايش مع الفيروس، لكن الحكومة الصينية تريد القضاء على الوباء، وإذا لم تقضي على الوباء ستستمر بالغلق. المشكلة أصدقائي هو أن ألمانيا تعتمد ودول متعددة عالمية يعتمدون على الصين أصدقائي وعلى الصناعة الصينية وعلى الإنتاج الصيني، ومدينة شانهاي هي شريان الاقتصاد الصيني، حتى أن الاستثمارات الألمانية في الصين والشركات الألمانية التي تتواجد في الصين 70% من الشركات الألمانية التي توجد في الصين توجد في مدينة شانهاي. الآن مدينة شانهاي تعرف الغلق الكامل، ستغلق المصانع، ستغلق التجارة أصدقائي، يعني بأنه ألمانيا سوف تحصل فيها مشاكل اقتصادية. بعض الأغراض ممكن أن تنقص، مثلا الهواتف، أجهزة إلكترونية، بعض الأشياء التي تصنع في الصين وتأتي إلى ألمانيا الآن يمكن أن تتأخر، سيحصل غلاء، من يشتري شيء بالإنترنت ممكن أن ينتظر شهر أو شهرين أو ثلاثة إلى أن تصل بضاعته. وهذا الأمر يحذر منه الاقتصاديون الألمان بأنه الغلق الذي تعرفه الآن الصين يمكن أن يؤثر على الحياة هنا في ألمانيا. إذن يجب على الاقتصاد الألماني أن يعيد التفكير بأمر التبعية والاعتماد على بعض الدول وإعادة التفكير بالتصنيع والإنتاج داخل ألمانيا. منها يقضون على البطالة، ومنها تحصل ألمانيا على الاكتفاء الذاتي، ولا تهتم ألمانيا لما يحصل من حروب أو من غلق في دول أخرى. لكن كلنا نعرف سبب أن الشركات الألمانية تنتج خارج ألمانيا، السبب هو توفير الأموال، لأن اليد العاملة في أوكرانيا أو اليد العاملة في الصين رخيصة جدا، وهناك يعطون للعامل يورو واحد أو ثلاثة يورو للساعة، هنا في ألمانيا يكلفهم العامل 50 يورو أو 60 يورو للساعة. إذن الأمر هو أمر اقتصادي مادي أصدقائي، لكن يجب عليهم التفكير في إعادة الصناعة ولو جزئيا إلى ألمانيا. الآن نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية، هو أنه اتحاد الفلاحين والمزارعين الألمان يحذرون من ارتفاع ثمن مجددا بعض المواد الغذائية بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا. ويمكن وقالوا بأنه يمكن أن يزيد ارتفاع المواد الغذائية مجددا
بزيادة 20 أو بزيادة 40%، خصوصا الخبز، قالوا أنه يمكن أيضا بالأيام المقبلة أن يرتفع ثمنه مجددا، وأكدوا أن بعض المواد يمكن أن تختفي من السوق لمدة طويلة، مثل مادة زيت دوار الشمس، لأنها تصنع وتعمل وتزرع أيضا هذه النبتة، وتصنع الزيت من أوكرانيا ومن روسيا الآن بسبب الحرب، وإذا استمرت الحرب مدة طويلة يمكن أن تختفي هذه المادة لمدة طويلة في الأسواق، إلى أن يقوم بإيجاد دولة أخرى تقوم بزراعة هذه النبتة وتقوم بإنتاج الزيت أصدقائي. رغم ذلك حذر الخبراء من التخزين وقالوا للناس لا داعي لتخزين الأكل والشرب بشكل مبالغ فيه وشكل كبير، لأنه قالوا بأن ألمانيا تتوفر على مخزون غذائي كبير في حالة الطوارئ، ويرى المختصين أن بعض الدول العالمية هي التي يمكن للأسف أن تتأثر من الحرب في أوكرانيا، كما قالوا بالجريدة بقناة سي دي اف الألمانية، القناة الحكومية الثانية لألمانيا، قالوا بأنه مجموعة من الدول في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط أو في آسيا يعتمدون بشكل كبير على القمح القادم من روسيا، وهذه الدول يمكن أن تتأثر من هذه الناحية. نتمنى إيجاد حلول سريعة أصدقائي ووقف هذه الحرب بسرعة أصدقائي، ونتمنى أيضا أن السياسيين يتوقفون على العناد والتمسك كثيرا برأي معاند. نتمنى أن السياسيين يلتجئون كثيرا إلى الحوار ويتوقفون عن الحروب من أجل مصلحة الشعوب ومن أجل مصلحة الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. أزمة الغاز الروسي تدخل الآن منحنى خطير جدا، حيث أن روسيا لمحت بأنها إذا لم تحصل على ثمن الغاز بالعملة الروسية الروبل يمكن أن تقوم بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا وإلى ألمانيا أو بيعه لأي دولة في العالم تعتبرها روسيا غير صديقة. يعني الدول التي شاركت بعقوبات على الاقتصاد الروسي تعتبرها روسيا دول غير صديقة. ونعرف بأنه أصلا الاقتصاد الألماني إذا قامت روسيا بقطع الغاز سوف يتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير. ألمانيا تعتمد بنسبة 55% على الغاز الروسي، واعتماد كبير جدا، وقالت الحكومة الألمانية أنه هذا الاعتماد صعب التخلي عنه بسرعة، تحتاج ألمانيا إلى وقت لإيجاد مصدرين جدد إلى الغاز، ولن يكون شراء الغاز المسال رخيصا على ألمانيا، يعني سوف يؤثر أيضا على الاقتصاد الألماني. المهم أصدقائي، روسيا بسبب العقوبات التي فرضت عليها قالت وانهيار الاقتصاد في روسيا بعض الشيء، قالت أي دول التي فرضت علينا العقوبات ترغبون بالغاز ادفعوه بعملة الروبل. جاء الجواب يوم أمس من عند وزير الاقتصاد الألماني ومن عند الدول الاقتصادية السبعة الكبرى، قالوا لن ندفع الغاز بالروبل، سندفع الغاز إما باليورو الدولار أو بالجنيه الاسترليني، يعني عملة بريطانيا. قالت هكذا تقول العقود، هكذا سوف ندفع الغاز. جاء الجواب الآن من عند المتحدث باسم الرئاسة الروسية وقال روسيا لن تقوم بتصدير الغاز مجانا للدول، يعني الدفع باليورو والدفع بالدولار والدفع بالجنيه الاسترليني يمكن أن لا تقبله الآن روسيا، يعني روسيا سوف تتخذ قرارا على الأغلب بهذا الأسبوع بأن الدول التي لا تدفع فاتورة الغاز بالروبل يمكن أن تقطع عليها الغاز، وإذا حصل هذا الأمر سيكون صعبا جدا على الاقتصاد الألماني بسبب التبعية الكبيرة أصدقائي. روسيا قالت بأنه
إذا قطعت الغاز على الدول الغربية فهي لا تقلق شيئا، لأن هناك دول في آسيا تتمنى وتتودد الآن إلى روسيا بشراء الغاز الروسي وشراء النفط الروسي بثمن رخيص. من بين الدول الصين، الصين أعربت أنها ترغب بشراء الغاز الروسي الرخيص. الهند بدأت الآن أيضا بمفاوضات وترغب أيضا بشراء الغاز الروسي ومستعدة أن تدفعه أيضا بالروبل أو بعملتها الوطنية. إضافة إلى باكستان أصدقائي، يعني روسيا تقول إذا لم تشتروا منا الغاز هناك من يشتري منا الغاز، لكن المشكلة سوف تحصل في أوروبا والدول التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير. نمر أصدقائي الآن إلى موضوع آخر. ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء الفاحش الذي نعيشه جميعا أصدقائي، وبسبب الحرب التي توجد في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا. هذه الحرب أصدقائي أدت الآن إلى غلاء كبير، وقال المختصين الاقتصاديين بأن الناس الآن يعيشون قلقا كبيرا، يعيشون خوفا كبيرا، وأيضا حصل لمجموعة من الأسر انهيار بالميزان التجاري، الأمر الذي أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وأصبح المواطنون الآن ليست عندهم أموال كافية من أجل الشراء ومن أجل الاستهلاك ومن أجل السفر ومن أجل الاستمتاع. أصبح الناس يلتجئون إلى التوفير، وهذا الأمر يضعف الاقتصاد. كل ما نقصت القدرة الشرائية كلما ضعف الاقتصاد. الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار والتوجه إلى الحوار أصدقائي. بدأت أيضا مفاوضات السلام بتركيا بين روسيا وأوكرانيا بحضور الرئيس التركي، وقالت الصحافة الألمانية أن الخلافات كبيرة وفرص الخروج بحلول أو حل وقف إطلاق النار ضعيفة بعض الشيء للأسف. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر. وزير الصحة كارل لوتبخ ما زال يطالب بجرعة رابعة أصدقائي، فبعد الجرعة الثالثة الآن بسبب ارتفاع الحالات يقول الحل الوحيد هو الجرعة الرابعة، وقال بأنه يطالب بأن من أعمارهم 60 سنة فما فوق أن يتوجهوا لعمل الجرعة الرابعة، هذا حتى قبل أن يتواجد في الأسواق لقاح ضد المتحور الجديد أوميكرون الذي لا يوجد لحد الساعة في الأسواق، يعني هذا اللقاح لم يصنع بعد، ما زال بالإنتاج، لكن هو يقول رغم ذلك لقحوا باللقاح الموجود والجرعة الرابعة. عدد كبير من الناس استغربوا من الأمر. الكثير قال هل فشل وزير الصحة الجديد في التعايش مع هذا الوباء؟ وهناك من تساءل إلى متى سوف نبقى على الجرعة الرابعة والجرعة الخامسة والجرعة السادسة والجرعة السابعة، وطلبوا عدد كبير من الناس طلبوا بالتعايش مع هذا الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها. موضوع آخر أصدقائي، المقاطعات الألمانية ما زالت لم تقرر بشأن إنهاء الإجراءات المتشددة أصدقائي، فهناك مقاطعات سوف تنتهي فيها الإجراءات المتشددة يوم الأحد هذا الأسبوع، لكن هناك مقاطعات ما زالت متمسكة بتمديد الإجراءات الصارمة، لأن واعتبرت نفسها وأعلنت بعض المقاطعات بأنها مقاطعات موبوءة. هناك الآن مقاطعتين، مقاطعة ميكلنبورغ فوبومن التي توجد شمال شرق ألمانيا على الحدود مع بولندا، هذه المقاطعة أعلنت بأنها مقاطعة موبوءة وقامت بتمديد الإجراءات إلى غاية يوم 27/4/2022. مقاطعة هامبورغ تفكر الآن أيضا بأن تعلن نفسها مقاطعة موبوءة من أجل تمديد الإجراءات، لكن هناك مقاطعة أخرى رفضت هذا الأمر وقالت أنها لن تعلن بأنها مقاطعة موبوءة، وبذلك ستنتهي فيها أغلب الإجراءات يوم الأحد أصدقائي. بادن فوتنبرغ قالت لن نعلن أننا مقاطعة موبوءة، شمال الراين فيستفالن نورد راين فيستفالن لا ترغب بإعلان أنها مقاطعة موبوءة، نيدرساكسن، ساكسن، برلين، بريمن، زارلاند، هيسن وبايرن، هذه المقاطعات يمكن أن تنتهي فيها جميع الإجراءات الصارمة
من لبس الكمامة والقواعد أن تنتهي فيها يوم الأحد. لكن هناك مقاطعات لم تقرر بعد، هي شليسفيك هولشتاين، براندنبورغ، غاينلاند بفالس وتيورينغن، ما زالوا يتحاورون ولم يقرروا بعد بهذا الأمر. الآن سوف نمر للحالات. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 237,352 حالة، وتوفي 307 أشخاص. عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة 1703.3. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا. نتمنى الأمن والسلامة للجميع، نتمنى الخير للجميع. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.